محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. شيء أعتبره في هذا الزمان من الطامات الكبرى والبلايا العظمى التي ابتلي بها المسلمون في عصرنا هذا، هذا الشيء قد يستخف به كثير من الناس، ألا وهو التربية الإسلامية لأولادنا، تربية الأولاد. هذا الكنز المفقود في عصرنا، أو هذه البلية العظيمة التي حلت بنا، وبلايا المسلمين كثيرة ولكن بعضها أكبر من بعض. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، بما أن الله تعالى قد جعلنا سببا في وجودهم بإذنه وتقديره سبحانه، فنحن مسؤولون عنهم شئنا أو أبينا منذ ولادتهم وإلى وفاتنا أو وفاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المقطع الأول من الآية يأمر فيه رب العزة أن نحمي أنفسنا وأولادنا وأهلينا من الوقوع في النار، والمقطع الثاني يذكرنا بما في نفوسنا من رحمة تجاههم. أحدنا اليوم يخشى على ولده من هب النسيم والريح إذا هبت عليه، فالله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اعرف ما هي يا من تحب ولدك وتخشى عليه. وقودها الناس والحجارة، أحد الأشياء التي تشعل هذه النار هم الناس، والقسم الثاني الحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالى عطف أهلينا على أنفسنا، قوا أنفسكم وأهليكم، فالأهل جزء من النفس، وإذا كنت أخشى على ولدي وعلى ابنتي من كل ضرر وسوء يصيبه، فإن السوء والضرر والأذى والابتلاء الحقيقي هو يوم أن يوقف يوم القيامة عند الحساب ثم يقال: خذوا به إلى النار. هذا الذي ينبغي أن أخشى عليه وتخشى عليه يا أيها المسلم، لا ما نخشى عليه أو ما يخشى عليه أكثرنا تجاه أبنائنا. نحن اليوم نهتم بملابس أبنائنا، بنوع الطعام الذي يأكله أبناؤنا، بطريقة المظهر الذي يخرج به أبناؤنا إذا خرجوا إلى الشارع، هذا الذي يدور في خلد كثير من الآباء والأمهات. ماذا طالع ابني على الشارع يعيب عليه؟ لا يعيب عليه، حفظه الله لك، لن يعيب عليه. يعيب عليه إن كان قليل دين وأدب وخلق، هذا الذي يعاب عليه، وهذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. لم يسألك الله ألبسته قميصا سعره 10,000 أم سعره 100، ولن يقول لك رب العزة أطعمته فاخر الطعام أم الطعام المتوسط البسيط، لن تسأل عن هذا، فهذا مما أباحه الله لك. ولكنك ستسأل إذا وقفت يوم القيامة: هل أمرته بالمعروف؟ هل نهيته عن المنكر؟ هل كنت تعرف أنه لا يصلي وأنت تغض الطرف عن ذلك؟ هل تعرف أنه يتكلم مع البنات ومع النساء اللواتي حرمهن الله عليه
وأنت تغض الطرف عن ذلك؟ هل تعرف أن ابنتك تخرج إلى الشارع بهيئة لا يرضى الله تعالى عنها وأنت تسكت على ذلك؟ هل تعرف أن ولدك وابنتك لا يقيمان للدين وزنا ولا يؤدون صلاة والذكور لا يأتون إلى المسجد أبدا أو نادرا ثم أنت تسكت على ذلك؟ ويتعلل كثيرون بكلام وكلام، فيقول بعضهم: أنا ليس عندي أسلوب. يا أخي، طلاب العلم عندهم أسلوب يدعون إلى الله، أما أنا ما عندي أسلوب. هل يشترط الأسلوب يعني؟ إذا قلت له: يا ولدي قم فصلي، هذا يحتاج يعني إلى أسلوب؟ إذا قلت: يا ولدي يا ابنتي البسي الحجاب الذي أمرك الله تعالى به، هذا أيضا يحتاج إلى ذلك الأسلوب والإقناع والطريقة الفريدة العجيبة المميزة. بعض الناس يتعلل فيقول: لا أريد أن أنفره من الدين، لا إله إلا الله. وقد سمعتها مرارا: إذا قلت له قم فصلي أنت تنفره من الدين؟ هذا تنفره من الدين؟ إذا قلت: يا ابنتي التزمي بما شرع الله من الحجاب، أنت تنفرها من الدين؟ إذن أي دين لك ولها؟ لا تحسن. أي دين أصلا لك وله، لولدك ولابنتك، أي دين؟ أي دين تبقى إذا كان لا يقيم شعائر هذا الدين وأصول هذا الدين؟ قال: لا أريد أن أنفره. ثالثا يقول: نصحته فلم ينتصح، مللت من ذلك. صحيح، أيضا هذا صحيح. هل تمل من أن تأتي بالطعام كل يوم له؟ أنت كل يوم منذ أن تزوجت إلى اليوم يا أيها الأب تأتي له بالطعام، مللت؟ قال: لا، يعني تم جوعانين الأولاد. لا، ما يتم جوعانين، حرام، يعني تم جوعانين، سيموتون من الجوع، سيموتون بين يديك، وقدر الله ما شاء فعل من الجوع. أما لا يموت أحد من قلة الدين، نعم. لا يموت أحد من قلة الأدب، نعم، هذا صحيح. لأن أنفسنا نحن هي التي ماتت، لأن الأنوار الربانية التي زرعها الله تعالى في قلوب عباده الصالحين هي التي انطفأت وخبت في نفوس كثير من المسلمين. ترى وتسمع: أنفق على ولده 1,000,000 ليرة سورية، علامة من أجل دورات دراسية، دورات 1,000,000 ليرة سورية من أجل دورات دراسية، بارك الله لك وعليك وأخلف الله عليك. أتبذل ربعها، عشرها، عشر عشرها في سبيل تعليم دينك؟ عجبا يا أيها الإخوة إلى ما وصلنا إليه من تقصير في حق أبنائنا وبناتنا وهم في الذات أكبادنا، وآخرتهم ينبغي أن تكون أعز علينا من دنياهم. الدنيا والله الذي لا إله إلا هو فانية يا أيها الكرام، والذي أبقى لأولاده الملايين كالذي أبقى لأولاده الملالين، كلهم سواء. إذا كان أولاده صالحين فإنه إن أبقى أو لم يبق سيكونون صالحين، وإن كانوا بعيدين عن الدين أخذوا ما أبقاه لهم من ميراث كبير ثم أنفقوه على معصية الله، والحساب عليه على ما قدم لهم. وهو يظن أنه حرص على أولاده وأبقى دنيا أولاده على أحسن ما يكون. يا أيها الكرام، نحن مؤمنون بالله، هذا الإيمان ينبغي أن يدفعنا إلى أن نتذكر أننا لسنا مخلدين في هذه الدنيا، أننا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا سنترك ونمضي، وكلنا في أي لحظة يخرج قد لا يرجع، كلنا، أنا وأنتم، ولده يخرج قد لا يرجع، ابنته تخرج قد لا ترجع، أو قد يكون على فراشه. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. يا أيها المسلم، بالله عليك أنشدك الله أولادك أولادك
أهلك أهلك، ذريتك ذريتك، يجب عليك في كل يوم أن تحضهم على طاعة الله. وهذا شيء لا يمل ولا يكل. إن كنت لا تكل من الطعام والشراب فطاعة الله تعالى أولى أن لا تكل أو تمل فيها. يجب عليك وجوبا حتميا إن كنت فعلا تحب أبنائك وبناتك أن تتابع شؤون دينهم وأخلاقهم وأصدقائهم. قال أكون حارسا عليهم، يعني أكمم أصواتهم وأنفاسهم. أنا ما قلت هذا أيضا، أقول أنت أب شفيق وزوجتك أم رحيمة، من شفقتكم ورحمتكم حرصكم على دين أبنائكم. هذه من شفقتكم ورحمتكم ومن رغبتكم وحرصكم على سعادتهم في الدنيا قبل الآخرة. والله يا أيها الإخوة، الولد الصالح نعيم في الدنيا والآخرة، والولد البعيد عن الله عذاب وهلاك على ولده في الدنيا قبل الآخرة. كم من الآباء والأمهات من يتمنى أن لا يرى ولده، وكم نسمع عن أنواع من العقوق من عجائب الدنيا السبع. لما؟ ما ذاك إلا لتقصيرنا في هذه الناحية. جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى سيدنا رسول الله وقد مجلت يداها. مجلت يعني الإنسان الذي يعمل يكون صاحب حرفة، من شدة أخذه للقطع التي يحرك بها يديه قد تنتفخ الأصابع والجلد وتتنفط، يعني بيطلع لها يقول لها بالعامي فأفيه، يعمل لها هيك بيطلع منها ماء خفيف. قد مجلت يد السيدة فاطمة. السبب أنها كانت تطحن بالرحى، الرحى طاحون حجرية معروفة قديما، كانت تطحن الشعير وغير ذلك حتى مجلت يداها. يا نبي الله، هل لا أعطيتني خادما؟ من يخدمني؟ أنا ليس عندي أحد يساعدني في البيت، أنا وحيدة. طبعا ولا ننسى ذلك العصر مختلف تماما مطلقا عن عصرنا. نحن عصرنا كل شيء قد يكون جاهزا، ذلك العصر كل شيء ليس جاهزا، وكل شيء صاحب الحاجة والذي يقوم به. رجل إنسان خادم يعينني في البيت، فقال إذا كان العشاء جئتكم فعودي إلى البيت، وعادت إلى البيت. فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فاطمة قد اضطجعت وقريب منها علي رضي الله عنه، فجاء حتى جلس في وسطهما ثم قال يا ابنتي إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمدا الله 33 وكبرا الله 33 وقولا تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك خير لكم من خادم. لا أعطيكم وأدع فقراء المسلمين. وقام سيدنا رسول الله ومضى. أترى فاطمة رضي الله عنها أو فاطمة حزنت قالت ما رد علي أبوي؟ لا، رضيت رضي الله عنها، علمها ما ينفعها في شأن دينها فرضيت، لأنها قد أسست على ذلك. أما أبناؤنا فإنما أسسوا على حشو الطعام للأسف. والله يا أيها الإخوة أقول هذا وأنا قلبي متألم، جيب له أكل ليسف. هو إنسان عجيب، يعني عجيب. الله تعالى كرمنا بعقلنا أم بكروشنا وبطوننا؟ بماذا ميز الإنسان يا أيها الكرام؟ وهذا العقل إن لم يستعمله في طاعة الله فإنه سيصبح شرا من الحيوان. هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة بيننا وبين أنفسنا. إذا رجعنا إلى بيوتاتنا ينبغي أن نعيد حساباتنا فيه، فإنه خير يعود علينا جميعا.
اللهم أصلحنا وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين وردنا إليك يا رب العالمين.